ساليتي يا ولدي الحفاضه ديالك؟ صافي ساليت ماما ساليت. يلا جمع الادوات ديالك يا ولدي وحط كل حاجه في مطعه واجي باش تعشى. يلا صافي واخا. نجمع الادوات ديالي باش غدا نرتاح نجبر كلشي نجمع مابقاش نقلب عليه. مالك؟ يلا كل دغيا راه غدا خصك تفيق بكري عندك مدرسة. يلا يا احمد. لا ما خصنيش ناكل ما فياش الجوع. كيفاش ما فيكش الجوع انت انا باقي من الغدا ما كليتي واصلا حتى في الغدا ما كليتيش مزيان. وقلت لك ما فياش الجوع. اصلا لا تبعناك انتينا ما عمرك ما غيجيك الجوع. قول احمد ما تعصبنيش ما تخليش ينبزز عليك كل بخاطرك حسن لك. إذا بقيتي هيدا ما كتاكلشي ما غتكبرش دغيا وغتبقى ضعيف وقصير يبقاو يعيطوا لك صحابك والقزام والقزام براسك. ها علاش غيعيطوا لي القزام على انا ما غنكبرش؟ اه إذا بقيتي هيدا ما كتاكلشي ما غطولش دغيا جبر راسك وصلتي للبكالوريا وتنقصي ور يبقاو يضحكوا عليك صحابك براسك. وقزم احمد وقزم اصبح الله. ما غتاكلش ياك؟ صافي انا غنجمع هادشي. لا غنخلي غناكل غناكل ما بغيتش العواوي يبقاو يضحكوا عليا. لا بسم الله. كل غير بشويش عندك توحلك نطبق انا. برافو عليك يا نوتشي سنانك نوض. احمد شييتي سنانك؟ اه ماما شييتهم ولكن راه ما بقاش المعجون. لا راه كاين شييتو في الصباح غير نسيت ما حطيتوش في الطواليت. ايوا باش شييتي. عمنتينا نوض نوض سنعس نوض. واحد صباح على خير. ماما واخا تعاود لي شي قصة حتى يديني النعاس. ها شنو القصة عاود؟ اي قصة كيف ما كانت بحال اللي كيعملو في الرسوم ملي كيبغيو ينعسو ولادهم كيحكيو لهم القصص وكينعسو. دابا نتينا غتنعسك القصة وراه نتينا اللي غتنعس القصة ماشي هي غتنعسك. نوض نوض سنعس احمد بركة بسيرة نوض. نوض نوض احمد نوض راكب بسيره نوض. عافاك الله يعطيك ما تمنيتي ربي يخلي لك احمد اللي هو انا.
على الدعوه هذه. واخا سيدي يلا دوز نمشيو البيت ديالك نعاود لك هاد القصه. دوز يلا. هاك عمل هاد المخدة هادي باش ما توسخ ليش مخدة الصالة. بلاش يا ماما اصلا انا ما غنعش هنايا غير نديك ما تسالي القصة وصافي. شوف بروسكوس انا اللي عارفة. صافي دابا مزيان يلا عاودي القصة. غطي ولدي مزيان غطي راه البرد غطي. مكان في قديم الزمان واحد الرجل فلاح عايش في البادية هو والزوجة دياله وعنده واحد جوج بنيتات فنين ما شاء الله. صافي ما عندوش الوالد مرزقهمش الله عندهم غير بنيتات. ودابا نتينا اللي كتعاود القصة زيدهم ماما حتى الولد زيدهم. ودابا غتخليني نكمل هاد القصة ولا بالناقص نمشي بحالي ننعس؟ واحد النهار كالعاده فاق الفلاح في الصباح بكري باش يمشي فلاح الارض ديالو. وقبل ما يمشي صلى صلاه الفجر ووجدت له مراته واحد الفطيور فاعل تارك فطيور بلدي فيه الزيت بلديه الزيتون الزبده بلديه اتاي البيض. البيض مسلوق ولا مقلي؟ انا ما كيعجبنيش المسلوق. وتينا شغلك غتاكل معاه ما تبقاش تقاطعني. صافي واخا غيكون غير مقلي. ومن بعد ما سال الفطور ديالو جمع الادوات اللي غيخدم بيهم سلم على مراته ووليداتو وركب فوق الحمير ديالو ومشى. مشى بوحديتو. وشكون غيمشي معاه؟ شفتي قلتلك زيد له الولد كون كان عنده الولد كون مشى معاه. شفتي ومشي معاه نتينا. ها لا انا ماشي ولد لا. واش غتخليني نكمل هاد القصه ولا ما غتخلينيش؟ اصلا راه حتى ديك البنات عندهم دور كيبقاو مع ماماهم في الدار كيعاونوها في الشغل كيحلبوا البقار كيحطبوا كيطيبوا يعني ماشي كيبقاو في الدار غير ناعسين. دابا فهمت. عجبتني يا ماما هذه القصه يلا كملي. فكرني فين وصلنا. ها قلتي بلي هاز الادوات ديالو ومشى يفلح. من بعد ما وصل الارض ديالو جبد البودور ديال البطاطا باش يغرسها في الارض. لا الخضرة. ها على كاين الخضرة ما كنتش عارف. وخليني نكمل. كمل. المهم زرع داك البودور تقريبا في النص ديال الارض كان باقي له غير شي شويه ويسالي وهو يحس بالعياء قال بلاتي نمشي نرتاح شويه وملي نرتاح نجي نكمل. وهو مسكين غادي باش يرتاح وهنا غادي توقع له واحد الواقعه اللي ما كانتش في البال ديالو. تعكلت له رجله مع واحد الحجره اللي ما شافاشي طاح وتقصح من رجلو. عيط له. غنعيط لهم يجيو يهزوك عليا انتي ناني تديوك السبيطار ديال الحماق بديتي كتحماق. لا انا ما فيا والو يجيو يهزو الراجل اللي طاح مسكين. مسكين عرفتي ما كاين لا قصه لا والو مشي تنعس موطعك يلا. لا ماما عافاك كمل بغيت نعرف الراجل شنو وقع له مسكين. عافاك عافاك ما وقع له والو نوض نعس موطعك يلا. لومبيلونس الراجل راه في الخلا والغابه ما كاين لا لومبيلونس لا والو خصو هليكوبتر. ايوا شنو نعمل؟ واسكت خليني نكمل باش عرف شنو نعمل. صافي انا غنسكت كمل. ايوا ملي طاح مسكين تقصح من رجلو بزاف وبقات كتحرقو وبقى كيغوت 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 على الله وعسى شي واحد يسمعو في داك الخلا والغابه. شفتي كون عملتي معاه بلي عندو الولد كون مشى عند الناس يغوت يجيو ينقدوه. كتسكت غير بالغوات نتينا تسلفتيني. واخا ما كانش معاه الولد كان معاه الكلب اللي مربيه. ها شغير من الكلب. واش الكلب هو بنادم ماما؟ الكلب هو فعل البشر. وشنو غيعمل له هاد الكلب مثلا؟ ما غيقدر يعمل والو حيت ما كيهضرش. واخا ما كيهضرش ولكن بقى كينبح هاو 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 وضربه بجريه حتى للدار ديال الفلاح وهو كينبح. وها هو وصل. كيفاش غيعرفوا شنو واقع الفلاح والكلب غير هاو 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 خصهم يكونوا حتى هما كلاب باش يفهموه.
دابا الكلب ملي كيكون كينباح بديك الطريقه معناتها وقع شي مشكل، وبما ان الكلب كان مع الفلاح اذا الفلاح وقع له شي حاجه، فهمتي؟ ايوا ديك الساعات كيهودوا القبيله كامله عند الفلاح وهزوا فوق لومبيلونس ديالو مداوه. ها ياك قلتي ما كتوصلش عندهم لومبيلونس؟ لومبيلونس ديالهم هي البغل. ها ايوا كملي. ايوا ديك الساعات داوه للطبيب، جبروه مهرس، داروا له عمليه والعمليه دازت له بخير، وديك الساعات فرحات حيت الفلاح مقاد. مشات خبرتي لواد الواد وانا بقيت مع ولاد الجواد. سالات القصه. صافي سالات. صافي سالات شنو بغيتي؟ ولكن انا ما نعشتش حيتاش عوض ما تسمع القصه وتعيش معها كتبقى تطرح في الاسئله. وعاود لي شي قصه اخرى حتى يديني النعاس. عاود لي ونوض نوضش من عاود لي قصه اخرى. شفتي نتينا واخا نبقى نعاود لك القصه من هنا حتى الصباح راه ما غتنعشي. نوض نوض من بلاصتك نوض. كاين لا بنت لا ولد. صافي نوض تنعس. يلا احمد عافاك ماما عافاك. ها هو غيبدا يعصبني. نوض تنعس. اي صافي ما تضربش. انا نايت انا نايت. صافي تينا الضرب هو اللي كينعسك ماشي القصه. لا انا كينعسنيش الضرب. لا انا غنمشي نعس. نعاود لك واحد القصه ديال الولد. مشي تنعس. تخاف ما تحشم.